السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غادي تكون وصفه لازاله الشيب الابيض من الشعر. وصفه سهله مهله، مكونات جد بسيطه ورخيصه، غير هو توضيح. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غادي تحيد لكم الشعر او الشيب الابيض من الشعر ولكن باللون الاسود، لانه بزاف السيدات بزاف الاخوات كيجيوني التعليق واش هاد الوصفه كتصبغ يعني من وراء ما تحيد الشيب، كتعطيه اللون الاشقر الماغون الاسود. كل وصفه يعني بمكوناتها اكيد هي كتصبغ الشيب بلون معين، ولكن بالنسبه لهاد الوصفه ديال اليوم اللي نقدم لكم ان شاء الله هي وصفه لإزالة الشيب الأبيض من الشعر، و يعني الشيب اللي غتحيد لكم غترجعوا باللون الأسود. فجيسبر الوصفة تنال الإعجاب ديالكم، بزاف السيدات كنعرفهم عندهم لون أسود، فهاد الوصفة إن شاء الله غتكون لكم، وإن شاء الله جايين وصفات طبيعية 100% بمكونات جد رخيصة وبسيطة أيضا في متناول الجميع وجميع السيدات والأخوات الكريمات. يعني بوصفة اللي غتكون إن شاء الله في الألوان مثل اللون الأشقر وأيضا لون القهوة ألوان أخرى. فجيسبر ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه بالنسبه للسيدات اللي عندهم لون اسود. وما تنسوش تردوا عليا في خانه التعليقات، اكيد كنحب تعليقاتكم واقتراحاتكم. دابا يلا نبداو مع الوصفه. اول مكون غتحتاجوا ليه اللي هو جدر ديال ولا جدر ديال القصب. هذا جدر القصب حاليا متواجد في جميع الحديقات، يعني انا حدايا شخصيا واحد الحديقه وكنلقى فيها ديما جدر القصب. ايضا كيتباع عند جميع العطاره وجميع العشابه في المغرب، فين ما مشيتو غادي تلقاوه. الثمن ديالو جد مناسب، كيتراوح الثمن ديالو ما بين 10 دراهم حتى ل 15 درهم حتى ل 20 درهم، يعني رخيص 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 بزاف. ايضا ممكن تجيبوه نتوما يعني وتعملوه فوق النار ومن بعد تدقوه عادي في المهرس ديالكم، وكيصبح بودره اولا كيصبح على هذا الشكل. هذا غنحاول نبينو لكم كم سايبان لكم. فوالا جيسبيغ انه يبان لكم، راه كيجي كحل، التخت ديالو كحل. فوالا اي حاجه يعني حرقتوها كيجي اللون ديالها بحال الرماد، دونك هذا كيجي اللون ديالو بحال الرماد. والزيت اللي خلطت معاه هو زيت الزيتون الطبيعي، دونك كتحسوا بانه كاين زيت معاه اللي هو زيت الزيتون الطبيعي المعروف. هادشي اللي كاين البنات. وبالنسبه لثاني مكون غتحتاجوا ليه اللي هو الكاكاو المر الاسود اللي كيجي على هذا الشكل هذا. فقط يعني هاد جوج المكونات هما اللي غتحتاجوا لازاله الشيب وايضا لتصبيغ اللون للسيدات باللون الاسود، يعني الشعر ديالكم غادي يحيد لكم الشيب باللون الاسود. هذا ما كاين، هادو هما المكونات البنات. بالنسبه يعني الكميه غتاخذوا جدر القصب تجيبوه تحرقوه من بعد تدقوه وتخلطوه مع زيت الزيتون حتى يصبح لكم على هذا الشكل هذا. من بعد تخلطوا معاه ملعقه كاكاو صغيره اولا كبيره، تخلطوا جميع المكونات من بعد طبقوهم على الراس ديالكم اولا الشعر ديالكم، خصوصا في كاين يعني المناطق اللي كيتواجد بهم بالشيب، تغمسوهم اولا تعمروهم بهذا الوصفه هذا اولا بهذا المزيج هذا المتجانس واكيد الرائع والغزال بزاف. فكنصحكم انكم تجربوها وتردوا عليا في خانه التعليقات، لانه وصفه مجربه مضمونه 100% لازاله الشيب الابيض من الشعر وايضا لتصبيغ الشعر باللون الاسود. فجيسبر ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه، واكيد انا كنحب تعليقاتكم واقتراحاتكم. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني في خانه التعليقات شحال الوقت شحال هذا، بالنسبه للوقت غتخليوه ساعه ولا نصف ساعه، دائما الوقت كيمشي على حسابكم نتوما وعلى حساب كميه الشيب وعلى حساب العمر ديالكم، يعني هذا الشيء كامل كيدخل في اطاركم نتوما، يعني ماشي انا ممكن يعني نخليها ثلث ساعه ربع ساعه، ولكن دائما الوصفه كتختلف من سيده لسيده، فعلى حساب يعني الظروف وعلى حساب المشاكل اللي غادي تخلي فيها الوصفه، يعني واش نص ساعه ولا ربع ساعه دائما كيبقى له شويه ديالكم نتوما ولا اختياركم ديالكم نتوما بالاحرى. فجيسبر يعني ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في خانه التعليقات. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء، واكيد اي تعليق اي استفسار على هذا الموضوع هذا كنرحب به في خانه التعليقات، انا اكيد دائما نكون راه الاشاره ديالكم ونجاوبكم كاملين وكاملات. بسلام عليكم.